بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صدق الله العلي العظيم. إن الله سبحانه وتعالى حكيم، عليم، خبير، فلذلك كل أفعاله حسب الحكمة، والحكمة تفسر بوضع الشيء في موضعه وجذر الكلمة من الإحكام. الله سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها، حكيم وعليم وخبير، ولذلك لا تناقض في أفعاله. إحنا قد يكون تناقض في أفعالنا، أنت تفعل شيء ثم بعد ذلك تلتفت إلى خطأ ذلك الفعل بسبب جهل الإنسان، لم يكن يعلم أمور ثم علم يغير يبدل لأنه التفت إلى خطأ في فعله السابق. بعض الأحيان الإنسان يغفل، الغفلة تسبب أن يتناقض فعله أو قوله. بعض الأحيان طول الزمان يسبب أن الإنسان ما يلتفت إلى تناقض بعض أفعاله، وهذا أمر طبيعي لأن الناس هم معصومين، العصمة لأهلها، والإنسان يحتاج إلى ازدياد في علمه. لذا أنت حتى تشوف الخبراء، واحد خبير 100% في علم من العلوم قد يخطئ، أفضل الأطباء قد يخطئ، حتى العلماء الفقهاء تشوف بعض الأحيان يتغير رأي العالم. لماذا؟ لأنه أدلة ما كان في باله، فرأى تلك الأدلة أو اكتشف خطأ بعض الاستنباطات فيتغير رأيه. هذا أمر طبيعي لأن العصمة لأهلها، لكن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون وما هو كائن، بل وعالم بما لم يكن، وعلمه ليس له حدود، وهو خبير وهو حكيم، لذلك لا توجد في أفعاله تناقض. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. زين، أفعال الله سبحانه وتعالى على قسمين. قسم يعبر عنه بالتكوين، وقسم يعبر عنه بالتشريع. التكوين يعني شنو؟ يعني خلق السماوات والأرض والإنسان والتقديرات المختلفة من الأفعال المختلفة والآجال وما إلى ذلك، كل يوم هو في شأن
من إحياء وإماتة ورزق، أفعال الله سبحانه وتعالى لا تناقض فيها، كلها بلا استثناء مطابقة للحكمة. هذا بالنسبة إلى التكوين. إذا الآية ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وقبلها هل ترى من فطور، إشارة إلى هذه الحقيقة أن النظام الكوني، هذا النظام هو نتيجة الإرادة التكوينية لله سبحانه وتعالى. هذا النظام الكوني لا خلل فيه إطلاقا. وأحد العلماء عنده تعبير مجازي يعبر عن ذلك بالعصمة في الكون، هذا تعبير مجازي، يعني الكون لا خطأ فيه، مقابل للخطأ. إذا هم يصير مشكلة في الكون هذا بسبب الإنسان، ظهر الفساد في البحر وفي البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا أكو فساد هو مو من فعل الله سبحانه وتعالى، من فعل الإنسان، الإنسان هو الذي يوجب الفساد. أما فعل الله سبحانه وتعالى فمطابق للحكمة 100%. هذا بالنسبة إلى الإرادة التكوينية. وكذلك الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية شنو هي؟ يعني الأحكام الشرعية، يعني الشريعة. الشريعة، الأحكام الشرعية، هذه أحكام صحيحة 100%، لا مجال للتغيير ولا للتطور فيها. نعم إحنا لازم نجتهد إلى أن نكتشف الحقائق، مثل علماء الطبيعة. علماء الطبيعة ماذا يفعلون؟ يجتهدون إلى أن يصلوا إلى الحقائق الموجودة في الطبيعة لكي يستفيدوا من تلك الحقائق في تطوير حياة الإنسان. تلك الحقائق لا تتغير، لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا، حقائق ما بها تغيير. أنت كمثلا خبير في علوم الطبيعة تحاول اكتشاف تلك القوانين الطبيعية لكي تستفيد منها بصالح الإنسان. هاي الاختراعات والاكتشافات شنو هي؟ الاختراعات والاكتشافات إنما هي تطور العلم. يعني شنو تطور العلم؟ يعني اكتشاف حقائق الكون ثم الاستفادة بطريقة لكي تصل إلى اختراعات، إلى اكتشافات تسهل حياة الإنسان. هذا عمل علماء الطبيعة فقط، ماكو تغيير في قانون. التطوير في العلوم الطبيعية في اكتشافنا، التطوير فينا مو في القانون، وإلا هي قوانين غير قابلة للتبديل. كذلك في الشريعة، إذا واحد يجتهد من العلماء، من الفقهاء، من المفسرين، من المحدثين، زين، من أهل الخبرة في علوم الدين، هذا مو تطوير في الدين، لأن الدين حقائق نهائية غير قابلة للتغيير ولا للتبديل. هذا تطوير فينا نكتشف. الإمام الصادق قايل كلام نكتشف معنى هذا الكلام سلام الله عليه. لذلك أحد العلماء يعبر الاجتهاد في فهم النص، نفهم ماذا قال الإمام الصادق. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. أنت تعال إلى الفقهاء والأصوليين في علم الأصول، هاي كلمة واحدة، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، عشرات الكتب حول هذه الكلمة لكي نفهم معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي لا شنو معناها؟ لا الناهية، النافية للجنس، أو هي لا المشبهة بليس؟ هل هذا نفي يقصد منه ناهي أو لا؟ ضرر شنو معنى؟ ضرار شنو معنى؟ رافع للحكم، لو يثبت حكم. وتشوف الفقهاء والأصوليون يجتهدون اجتهاد دقيق ليكتشفوا حقائق
كلام الرسول صلى الله عليه وآله، لأن كلام الرسول فيه بطون لازم تكتشفها، فيه عمق لازم تكتشفه، تطبيقات لازم يطبقه. طبعا الفقيه لازم هذا يفعله لأنه يحتاج إلى خبرة. هذا مو اجتهاد مقابل النص، اجتهاد مقابل النص تقول قال الله وأقول، قال الرسول وأقول، قال الإمام الصادق وأقول، أنا ما يعجبني هذا الكلام أنا أقول مقابل كلام آخر. هذا هو الباطل، لأنه هذا مقابل الحقيقة الواقعية النهائية الغير قابلة للتبديل ولا للتغيير. اجتهاد في فهم النص. إذن التشريع أيضا هو الإرادة التشريعية لله سبحانه وتعالى التي هي غير قابلة للتغيير. اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الحديث الشريف حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فإرادة تكوينية وإرادة تشريعية. الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية متطابقتان 100%، ماكو تناقض بينهما. القوانين الوضعية كثير من الأحيان البرلمانات يصدرون قانون، بعد ذلك يلتفتون إلى أخطاء في ذلك القانون يغيرون. خبراء مؤلفين القانون، بس أنت لا تشوف في بعض بلداننا القانون حسب مزاج الحاكم، قام من الصبح بطنه توجع يصدر قرار وقانون. لا، في بعض الدول إلى أن يصدر قانون القانون إلى احترام قد يطول عشرات السنين، ولا أقل يحتاج لقانون واحد إلى فترة طويلة جدا. خبراء يبحثوا ويطرحوا في الإعلام، والناس يجون يبدون آرائهم، خبراء القانون وكذا وكذا، يصدرون قرار وقانون، بالتطبيق العملي يلتفتون إلى خلل، لأنه حتى خبير بس هو مو عالم للغيب يلتفت إلى خلل يحاول تصحيح الخلل، هم يجي مرة ثانية تصحيح للخلل، يحتاج إلى خبراء ومفكرين وكذا وكذا إلى أن يصدر القرار في التصحيح. وبعض الأحيان يشوفون أصل القرار خطأ كان يغيروه من أساسه. لماذا؟ لأن الإنسان يجهل كثير من الحقائق. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، علمه لا حد له. فلذلك التشريع متطابق مع تكوين الإنسان. الإنسان تركيبته الجسدية تركيبة خاصة، هذه التركيبة ما هو ينسجم معها وما لا ينسجم معها. اللي ينسجم معها يعبر عنها الفقهاء بالمصلحة، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وما لا ينسجم مع طبيعة الإنسان يعبرون عنها بالمفسدة. الله سبحانه وتعالى إذا حرم الخمر لأن الخمر لا ينسجم مع تركيبة الإنسان. الله سبحانه وتعالى إذا أوجب الصلاة لأن الصلاة تنسجم بشكل كامل مع تركيبة الإنسان الجسدية. الله سبحانه وتعالى لماذا أرسل الرسل والأنبياء من البشر مو من الملائكة؟ أي من إشكالات المشركين. المشركون كانوا يستشكلون يقولون ليش إذا الله يريد يرسل رسول ما أرسل ملك رسولا؟ الله يجاوبهم في القرآن: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ليش؟ لأن الملك الملائكة تركيبتهم تختلف عن تركيبة الإنسان. فد ملك، هذا الملك يسجد لله سجدة تطول 4000 سنة. هذا الملك ليس فيه الشهوات،
الملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا توجد فيهم شهوات. الملائكة لا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه الإنسان. لذا هذا الملك تركيبته بطريقة اللي الأحكام الشرعية اللي نازلة للبشر لا تناسب تركيبة الملائكة. الملائكة الأحكام اللي نزلت لنا هذه الأحكام ليست للملائكة، لهم أحكام أخرى، أحكامهم غير أحكامنا، طاعتهم غير طاعتنا بطريقة أخرى. ليش؟ لأن تركيبتهم تختلف عن تركيبتنا. الله يعلم بتركيبتهم، لهم أحكام ويعلم بتركيبتنا، فأحكام تناسب هذه التركيبة. ومن لطف الله سبحانه وتعالى علينا أنه اختار لحمل دينه مجموعة، الذين هم الأنبياء وأوصياء الأنبياء، الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ومن قبل الأئمة في الأمم السابقة أوصياء الأنبياء. طبعا غالب أوصياء الأنبياء في الأمم السابقة كما يقول العلامة المجلسي كانوا أنبياء أيضا، هو نبي وهو وصي لنبي. على كل حال، الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل هؤلاء حملة لدينه. هذا الدين اللي هو الإرادة التشريعية لله سبحانه وتعالى، هذا دين عظيم لأنه إرادة الله سبحانه وتعالى. أنت شلون تشوف السماوات والأرض عظيمة؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الملكوت يعني الملك العظيم، يعني بالنسبة لنا عظيمة، وإلا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا فرق بين ذرة ومجرة، كلها نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى على سواء، لأنه أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله يريد يخلق ذرة أو يريد يخلق مجرة، لا فرق بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لنا شلون تشوف السماوات والأرض عظيمة جدا؟ هذه الإرادة التكوينية لله سبحانه وتعالى. الإرادة التشريعية لله أيضا عظيمة كعظم الإرادة التكوينية. نعم إحنا قد لقصور فينا ندرك عظمة السماوات والأرض، خاصة العلم الحديث أثبت أنه هناك نجوم مليارات المرات أكبر من الشمس. العلم الحديث أثبت أنه إذا هناك شيء يريد ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة الضوء اللي أكثر من 300,000 كيلومتر في الثانية، يحتاج بعض النجوم اللي نشوفه، هذا النور اللي الآن نشوفه، هذا النور انطلق من تلك النجمة قبل 4 مليارات سنوات، قبل 4 مليارات سنوات من السنوات الضوئية اللي كل ثانية أكثر من 300,000 كيلومتر يسير الضوء. وكلما العلم الحديث يتطور في مجال السماوات والأرض، العظمة في السماوات والأرض تنكشف أكثر. التشريع عم كذلك، التشريع عظيم جدا جدا عظيم، بل يمكن القول بأنه أعظم من السماوات والأرض. هاي الإرادة التشريعية الله سبحانه وتعالى يريد يجعلها حملة إلها، إحنا ما لنا قابلية لحملها. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الملائكة معصومون، لذلك الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الملائكة لم يرسل رسول إلهم. للملائكة الله مباشرة يوحي إليهم، كل ملك من الملائكة، والله في حسب الأحاديث لم يخلق شيئا أكثر من الملائكة. زين، أكو في بعض الأحاديث مثلا إذا واحد ذهب إلى زيارة مؤمن يشيع 70,000 ملك، وإذا رجع من زيارة المؤمن هؤلاء الملائكة 70,000 واحد يشيعوا. هذا الراوي يستغرب، 70,000 واحد؟ الإمام يجاوب الله كريم. زين، الله كريم ولا ينقصه شيء. إذا خلق لكل زيارة مؤمن 70,000 ملك، ينقص من الله شيء؟ ما ينقص منه شيء، وهو كريم، فشنو المشكلة في ذلك؟ ولم يخلق، في بعض الأحاديث لم يخلق الله شيئا أكثر من الملائكة.
لكن الملائكة معصومون، فكل ملك من الملائكة يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى مباشرة. ليش؟ لأنه إلى قابلية. أما الإنسان ما إلى قابلية إلا الإنسان الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى. أي من إشكالات المشركين كانت لماذا الله يرسل رسول؟ خل يوحي على كل إنسان بشكل مباشر، مثل ما الله أوحى إلى الأنبياء إلى الأوصياء، خل يوحي إلينا كل واحد من عندنا، الله مباشر يوحي إليه، ليش اتخذ رسول؟ الجواب إلا أنه هذه الإرادة التشريعية عظيمة جدا، إحنا ما إلنا قابلية لتحمله، فالله سبحانه وتعالى جعل من له القابلية في تحملها وهم الرسل وأوصياؤهم، ذول صاروا كحلقة واصل بين الله سبحانه وتعالى وبيننا. زين الوهابي شنو يقول؟ يقول أنت تخلي واسطة وأنت مشرك وأنت كذا، ليش تخلي واسطة؟ هو الله خلى واسطة، ليش الله ما أوحى لك؟ أوحى إلى الرسول حتى الرسول يقول لك، والله خلى الواسطة، والله لما يريد يغفر لك إذا كنت قابل للمغفرة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ما قال راحوا للمسجد، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طبعا الإنسان يقدر يروح يستغفر الله سبحانه وتعالى مباشرة، لكن إذا خلى واسطة يكون أقوى وأقرب. هذا موضوع آخر بين قوسين ذكرنا. الإنسان ما له قابلية لتلقي الوحي إلا إذا اصطفاه الله سبحانه وتعالى، لأنه الشريعة الإرادة التكوينية لله أعظم من السماوات والأرض ومن الجبال. خلى الواسطة والواسطة بينوا، ومع ذلك أكثر الناس ظلوم، ظلوم صيغة مبالغة يعني كثير الظلم، جهول يعني كثير الجاهل. ليش الإنسان يخالف تعاليم الله؟ لماذا؟ يرتكب المحرمات، يترك الواجبات، ما يؤدي الحقوق الواجبة. لماذا؟ لأنه ظلوم، لأنه جهول. وهل قد الرسول بيّن ما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، وما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به. زين؟ والرسول صلى الله عليه وآله ومن بعد الأئمة كانوا يبينون ويقولون، ولكن الإنسان الظلوم الجهول يرفض ذلك وبضرر للرسول. فما ضرر الرسول؟ لم يتضرر، لأن الله اصطفاه، له المقام المحمود عند الله سبحانه وتعالى، هو ما ضرر. إحنا نتضرر عندما لا نستمع إلى كلامه. إذا طبيب شفيق يجي يشخص يقول يا أيها المريض هذا الطعام مو زين لك، إذا أكلت تبتلى بكذا وكذا وكذا أمراض، وهذا الدواء ولو أنه مر لكن بصالحك. حس إذا هذا المريض ما استمع نصائح الطبيب، الطبيب يتضرر؟ لا، ما يتضرر الطبيب، المريض هو يتضرر. الرسول لا يتضرر، الأئمة لا يتضررون. إذا الرسول هم كان يتألم لأنه شفيق بالمؤمنين، رؤوف رحيم. إذا الناس تركوا أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام وخذلوه، والرسول قال واخذل من خذله، أمير المؤمنين ما يتضرر. صحيح هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، صحيح يتألم، بالنتيجة له عواطف وله أحاسيس، تركيبة الجسدية هي تركيبة بشرية، لكن ما يتضرر. بل في حديث الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فهل رأيت ظلام صيرها الله نعمة؟ يقول إحنا بخذلان الناس لنا ما معناه؟ إحنا بصالحنا يصير. أكو في حديث في الكافي موجود أنه الله سبحانه وتعالى، ما معنى الحديث؟ فرض على أئمة المسلمين يعني حكام المسلمين أن في مأكلهم
يكون المأكل الجشب، يعني الطعام الخشن، في الملبس الثياب الخشنة، زين، في سيرته، في مأكله، ملبسه، يكون مع أضعف الضعفاء يكون مساوي، لئلا يتبيغ بالفقير فقره. نسامعين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أشد درجات الزهد، مع أنه عنده أملاك شخصية غير بيت المال. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الفترة الذي أقصي عن السلطة 25 سنة تقريبا، في هذه الفترة شق الأنهار والعيون وغرس النخيل، وكانت له أملاك كثيرة، أشجار كثيرة غرسها بيده، إذا الوارد اللي كان يجي كثير كان طبعا كله يوزع على الفقراء، إذا يصرفه على نفسه مو مشكلة، هو واحد عنده فلوس بكد يمينه وعرق جبينه حصل على هذا المال، إذا يتصرف في بعد أداء الحقوق الشرعية ما بي إشكال. هذا عام بس بي استثناء، إمام المسلمين الحاكم لازم يكون مثل ضعفة الناس، حتى إذا فقير مستضعف إذا شاف أنه طعامه جشب ثوبه خشن يعني يقول زين أنا مثل الحاكم. هذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الإمام الصادق أو الإمام الباقر يقول زين إحنا الآن مزيحين عن السلطة، لأن منصب الإمامة هذا غير قابل للغصب، لأن هذا منصب إلهي. الشيء اللي الحكام الجائرين غصبوه من الأئمة هو السلطة الظاهرية، الحكومة يعني، وإلا خلافة الرسول صلى الله عليه وآله بمعنى الخلافة للرسول هذه لم تغتصب، لأنه ما حد يقدر يسلب الإمام المنصب الإلهي اللي هو خلافة الرسول. الشيء اللي غصبوه جانب واحد وهو السلطة والحكومة، هذا اللي سلبوا وغصبوا من الأئمة عليهم الصلاة والسلام. زين الإمام يقول ذولا الآن غصبوا منا السلطة، أنا الآن مو حاكم في الظاهر، التكليف بأكل الطعام الجشب ارتفع عني، التكليف بأن ألبس الملابس الخشنة ارتفع عني، التكليف بذلك الزهد الشديد ارتفع عني، فهل رأيت، هذا نص كلام الإمام، هل رأيت ظلامة صيرها الله نعمة؟ فأنت في الدنيا لا تحتاج إلى أن تلبس الملابس الخشنة ولا الطعام الجشبة، وفي الوقت نفسه الله يعطيك ثواب لأنك مظلوم من تزعين منك السلطة، فأنت هم دنيا هم آخرة مستفيد من الظلم اللي صاير عليك. فإذا الأئمة كانوا يتألمون للناس، طبعا كانوا يتألمون لأنفسهم باعتبار الجانب البشري، لكن يتألمون للناس، هؤلاء لا ينقصهم شيء إذا الناس خذلوهم. يعني اليوم اللي كل الناس خذلوا أمير المؤمنين إلا كم واحد، أمير المؤمنين تضرر؟ لا ما تضرر. يوم اللي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام خذله أكثر الناس إلى أن أدى إلى استشهاده، هذه صحيح الشهادة بالنتيجة الإنسان يجرح ويمثل به ويقتل ويقتل أنصاره وأعوانه وأقرباء كذا، هذا الإنسان يتألم كثيرا، ولكن إن لك درجة لا تنالها إلا بالشهادة، وهي أن يلتحق بدرجة رسول الله صلى الله عليه وآله كما في بعض الأحاديث. الشهادة كرامة من الله سبحانه وتعالى أكرم بها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التشريع العظيم الذي الإنسان الظلوم الجهول ما يعمل به، كان يحتاج إلى واسطة عظيمة جدا تتحمل هذا ثم توصله إلى الناس، لذلك احتاجوا إلى اصطفاء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هو هذا السبب، الله اصطفاهم يعني خلقهم من الأول مصطفين. لذلك إذا واحد يجي يشكك في بعض مقامات الأئمة ويقول قل إنما أنا بشر مثلكم،
هذا ما ملتفت إلى المعادلة. بشر مثلكم يعني مش بشر مثلكم في التركيبة الجسدية، الشكل الظاهر مثلكم، أحتاج إلى أكل، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. من حيث التركيبة الجسدية بشر يحتاج إلى أن يأكل، يحتاج إلى النوم، إذا جرح ينجرح، إذا قتل ينقتل، يتزوج ينجب. التركيبة الجسدية هي تركيبة بشرية، ولكن اصطفاء من الله سبحانه وتعالى في التفاضل، احنا مو مثل الأنبياء، الله فضلهم، الله سبحانه وتعالى عصمهم، الله خلقهم من طين أرفع. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ما الكلام، إلي قابلية لهذا الوحي، لهذه الدرجة العظيمة. لذلك اللي ينكر مقامات الأئمة بالأساس عنده مشكلة في التوحيد، لأنه ما يعرف الله سبحانه وتعالى. من عرفكم فقد عرف الله، هذا معناه. اللي فد واحد يقول زين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا، قد يخطئ والعياذ بالله مثلا كذا كذا كذا، زين هذا ما عرف الله سبحانه وتعالى، هي مشكلته في التوحيد، ما يعرف أن الله سبحانه وتعالى حكيم، يختار لحمل رسالته ولوصاية نبيه الإنسان الكامل من جميع الجهات. هناك الخلل، لازم يعرف التوحيد، يعرف حكمة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك إذا عرف التوحيد وعرف الحكمة بمقدار معرفته في التوحيد، المشاكل الاعتقادية في مسألة الإمامة هم ترفع عنده. فإذن هذه الأمانة العظيمة الآن واصلة بيدنا عبر الرسول وعبر الأئمة، لازم نحافظ بيها، نحافظ عليها، لازم لنكون من الناس الظلومين الجهولين، وقليل من عبادي الشكور ولا تجد أكثرهم شاكرين. الإنسان يستغل الفرصة، يستثمر الفرصة، إذا في الماضي كان عنده زيادة أو نقيصة، الله سبحانه وتعالى فتح الباب، باب التوبة، باب الشفاعة، باب الأعمال الحسنة، هل إن الحسنات يذهبن السيئات، باب الإنسان يربي نفسه، يطور نفسه، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ماكو أسوأ شيء من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، لا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك ظلم عظيم، لكن إذا واحد مشرك، كان أبو ذر قبل الإسلام كان مشرك، لكن بعد الإسلام تاب إلى الله سبحانه وتعالى ووصل إلى القمة. كثير من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام بالأساس كانوا من المخالفين، لكن تابوا على يد الأئمة عليهم الصلاة والسلام وصلوا إلى الدرجات العليا. هذا هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه، هذا قبل أن يلتقي بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان من العامة، كان مجسم، يعني يعتبر الله سبحانه وتعالى جسما، والمجسمة كفار باطنا، يعني حتى لو إذا جاهر بالشهادتين، هذه الشهادتين يحكم عليه بالإسلام ظاهرا، بس باطنا كافر المجسم، مثل ذول الوهابيين، الوهابي الذي يعتقد بالتجسيم هذا باطنا كافر، لكن ظاهرا في الدنيا محكوم عليه بالإسلام. من تشهد الشهادتين إلا إذا جاهر بالنصب، هذا الإنسان يحكم عليه بالإسلام ظاهرا، مثل المنافق، المنافق هو كافر باطنا لكن بالظاهر محكوم عليه بأحكام الإسلام. هشام بن الحكم كان مجسم، كان عامي، مو شيعي كان. أكو في حديث أنه خاله أتصور كان يريد يجيبه عند الإمام الصادق، كان متردد، ليش؟ يقول لأن لسانه خبيث، بس الإمام قال جيبه، كان إلى قابلية، الإمام بيّن له الحقائق، آمن، صار إمامي، ترك التجسيم، والإمام علم
صار واحد من أكبر المتكلمين الشيعة الذين يناضلون حسب التعبير في الرواية. كان يجي يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام مسائل حتى يتعلم علم الكلام من الإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام في حديث يعلمه الاسم غير المسمى، هذا الحديث موجود في الكافي، بعد ذلك يقول فهمت، حتى الله يجعلك من الذين يناضلون عن الحق، يدافعون عن الحق. فإذن إذا فد واحد كان مشرك آمن على يد الرسول صلى الله عليه وآله، هذا الإنسان يمكن أن يصل إلى الدرجة العليا. إذا واحد مجسم مخالف آمن على يد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يمكن أن يصل إلى الذروة العليا. زين، إحنا الحمد لله ولدنا من أبوين مؤمنين مواليين، في من بداية حياتنا تعلمنا قسم من علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذا واحد شوية عند زيادة وشوية عند نقيصة لازم يصلح، يصلح ما أفسده في الماضي. إذا أكو في ذمة حقوق الناس يؤديها، إذا في ذمة حقوق الله سبحانه وتعالى يؤديها، ويحاول أنه يقرر في مستقبل أمره يكون على المنهج الذي رضيه الله سبحانه وتعالى، ورضيت لكم الإسلام دينا، حتى الله سبحانه وتعالى ينظر إليه بلطفه بعين رحيمة، لكي في يوم القيامة الحسرة تكون أقل. كل إنسان في يوم القيامة إلا القليل يتحسر، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. لكن كلما الإنسان يكون عمله أفضل تكون حسرته أقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم، وأن ترجعوا سالمين إلى سالمين ببركة الرسول وآله الطيبين الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور.